بيبدأ فيلمنا بإيما وهي واقفة مع صديقها سام اللي واضح إنه معجب بيها. بيكونوا بيبصوا على جيسي البطل السباح الأولمبي الماهر، وسام بيقول لها ما ينفعش جيسي يقلع هدومه كده ويتباهى قدامنا في الحفلة لأنه سباح محترف، وجيسي بتقول له ده المفروض ما يلبسش هدومه أبدا، وجيسي بيديها شقلبة المدينة في قلب المية، وإيما بتقول لسام ما تقلقش هو شكله ما يعرفش إني موجودة أصلا. في اللحظة دي بيخرج جيسي من حمام السباحة بكل اليقة ورشاقة، وإيما منبهرة بجدا. جيسي بيجي يفتح معاها كلام لأنه أعجب بيها، ولكن بيقطع عليهم اللحظة دي ان شرطة جت للحفلة. بيكون واضح ان فيهم واحد جرى والتاني مسك ايد ايما عشان يحميها. بنروح للمستقبل عشان نشوف ان سام بقى خطيب ايما، والاتنين بيحتفلوا بعيد ميلاد ايما مع بابا وماما وايما واصحابهم، وبابا بيقول لايما شكرا لانك ساعدت بنتنا تلاقي الفرصة التانية وتكمل حياتها، واخت ايما بتقول لها انا فخورة بيكي لانك عرفتي تو موفي اون وتكملي في حياتك، انا سعيدة من اجلك انت وسام يا ايما. وايما بدورها بتقول انا بعد ما وقعت في الحضيض قابلت صديق قديم ساعدني، والصديق ده هو سام الشاب المثالي مدرس الموسيقى ملك يا كهو الاخلاق والمكارم، وواضح جدا ان علاقته بايما مثاليه وماشيه في الطريق الصحيح. في اللحظه اللي كلهم بيحتفلوا مع بعض جامد قوي وبيقضوا وقت سعيد جدا، ايما بيجيلها اتصال بيقول لها حبيبتي انا جيسي انا حي انا جاي للمنزل، وهنا ايما بتقع من الصدمه. بنرجع بالزمن وبنشوف ان جيسي هو اللي مسك ايما عشان يحميها، بينما سام هو اللي هرب. واثناء ما هما بيتمشوا مع بعض جت الشرطه اخذتهم للقسم، وهناك جيسي بيتحمل المسؤوليه وبيكون الشاب شهم جدا، وبالتالي ايما مش بتقدر تقاومه وبتحبه. بان عزيز المشاهد انه الشخص المثالي في الوقت المثالي. بتمر الايام وجيسي وايما بيكونوا كبروا وبيلفوا العالم مع بعض، وده لان جيسي سباح اولمبي ماهر جدا، فبياخد ايما معاه وبيخليها تتفسح، وبدورها بتشتغل مصوره ومدونه، فبتصور الاماكن اللي بتروحها وبتنزلها على المدونه بتاعتها. يعني واضح ان جيسي له فضل كبير جدا في حياه ايما. وذات يوم جيسي بيشتري خاتم وهو مع ايما بس من غير ما تعرف، وبعدها وهم على الشط في قلب الجزيره جيسي بيعمل البروبوزل لايما وبيقول لها هل تتزوجيني، وايما بتقول له يس اوف كورس. وبنشوف بعدها يوم الزفاف مع بعض وهما بيتزوجوا، والاثنين بيتزوجوا وبيرقصوا مع بعض في قلب الفرح، وكل اللي حواليهم مبسوطين بيهم. بعد ما الزواج بيتم بنجاح بنشوف جيسي وايما مختلفين على مكان كل واحد مضطر يسافر له، وجيسي بيعرفها انه مضطر يسافر لوحده عشان دي فرصته يصور فيلم وثائقي عن حياته، وبيوعدها انه هيسفرها يعشيها في اي دوله هي عايزاها. ورد ايما عليه بيكون انها مش محتاجه لكل الصخب ده، وكفايه عليها انه يعشيها في محل الكشري اللي على اخر الشارع هنا. وذات يوم بيجي اتصال لايما بيقول لها كان زوجك على متن طيارة، وسقطت هذه الطائرة في الماء بالقرب من جزيرة ولم نتمكن من العثور عليه. وبنشوف ان ايما كل يوم بتقف على الشط تستنى جوزها يجي، بتيجي اختها بتقول لها جوزك شكله كده سلم نمر ومش هيرجع، سيبك منه يا بت وكملي حياتك وشوفي لك اي شاب تاني كده تتعرفي عليه، والحي ابقى من الميت. وايما بتقول لها مستحيل اتخلى عن جوزي، انا هفضل وفيه ليه لحد ما حصله، انا اعرف حد تاني على جوزي السباح الماهر مستحيل. طبعا امال. بنرجع للحاضر بنشوف ايما في مكتبة بابا وماما يوم رجوع جيسي بالسلامة، اختها بتقول لها جوزك جيسي ركب طيارة وسافر والطيارة اتحطمت واعتقدنا انه مات، وبعدها حبيتي سام واتخطبتي له، وجوزك رجع تاني فجأة وانت مش عارفة تعملي ايه، بس اللي نعرفه انك لازم تغير هدومك وما ينفعش تقابلي جوزك باللبس العرة ده. وبالفعل اما بتلبس فستان متين، وبتقول لاختها البس خاتم زواجي من جيسي ودبلة خطوبتي من سام مع بعض ولا اقلعهم هما الاثنين، اقول لك هقلعهم هما الاثنين. وبتروح اما بعدها للمكان اللي هيستقبله في جيسي السباح الاولمبي العالمي المشهور الذي عاد من الموت. ماما جيسي بتقول لها عش من شافك يا مرات ابني، عامة اوعي تقولي لجيسي انك اتخطبتي لانه مش حمل صدمات دلوقتي. وبينزل جيسي من العربية وبيحضن ايما جامد قوي في مشهد محبر جدا وفي غاية القوة عزيز المشاهد. المشهد ده بيشكل معضلة من اصعب ما يكون، ان ايما غير سعيدة لعودة جوزها من الموت اللي كانت حزينة عليه لوقت طويل جدا، جوزها اللي كانت بتحبه في يوم من الايام وكان نفسها بس انه يبص لها او ياخد باله انها موجودة على الكوكب معانا، بينما جيسي كان ملهوف عليها لابعد الحدود وكأنها الأكسجين اللي هو هيتنفسه بعد سنين عجاف من ثاني أكسيد الكربون. بنروح بعدها لزمايل سام في الشغل وهم بيتفرجوا على رجوع جيسي، وبيقولوا سام ده مسكين جدا، خطيبته مضطرة تختار بين جوزها وخطيبها، أكيد هتختار جيسي طبعا. وسام بيسمع الكلام وبيشعر بالحزن. بنرجع تاني لإيما وجيسي، وإيما بتقول له أنا مخطوبة يا برو، مخطوبة لشخص تاني، وسام بيضحك جدا، بتقول له بتضحك على إيه؟ فبيقول لها ده أمر فظيع، أعتقد إن ده أسوأ شيء سمعته في حياتي. وهنا ماما وبابا بيقطعوا عليهم القعدة عشان جيسي يخرج يسلم على الناس، اللي بدور بيقول لهم انا مش عارف اتعامل مع الناس لاني قضيت وقت طويل جدا لوحدي على الجزيره من غير ما اتعامل مع اي حد. بيمر اليوم وايما بترجع البيت بتلاقي سام موجود، سام الاخلاق والمكارم اللي مش بيضغط عليها وبيديها المساحه والوقت عشان تختار بكل اريحيه. بيطمنها بيقول لها كل شيء هيكون بخير لا تقلقي، وبدورها بتقول له انا بحبك يا سام. لما بيصحى الصبح بعد ما ساب لها مساحتها بيسالها فين خاتم الخطوبه بتاعتنا، بصي يا بنت الناس انا هسيبك تختاري بس خليكي فاكره انك قلتي لي انك هتقضي اللي فاضل من عمر
تتحرك معايا، وإيما بتضايق عشان سام قفش عليها، وسام قلبه بتحطم لأنه على وشك يخسر حب حياته من تاني. وبالفعل إيما بتسيب بيته وبتروح تعيش مع جوزها جيسي، لكنها بتقف على الباب وبتقرر تروح لبيت أختها. بتتكلم مع أختها وبتقول لها هو الإنسان ممكن يحب اتنين في نفس الوقت؟ فأختها بترد عليها إن ده ممكن، بس الموضوع مش متعلق ببتحبي مين أكتر، الموضوع متعلق بهل أنت عاوزة تكوني الشخص اللي كان نفسك تكوني عليه مع جيسي، ولا حابة نفسك دلوقتي بعد ما اتغيرت للأحسن وأنت مع سام. وتاني يوم الصبح إيما بتروح لجيسي البيت بالعربية عشان هيسافروا مع بعض، وسام بدوره بيكون قاعد في البيت بيفطر موز باللبن وكورن فليكس وحازين مفطور الفؤاد. إيما بتقول لجيسي عاوزين نرجع المكتبة نجيب شوية أغراض، وجيسي بيقول لها ياه المكتبة هو لسه بابا وماما واقفين فيها بيبيعوا الكتب وكده؟ فإيما بتقول له بابا وماما تقاعدوا خلاص. جيسي بيقول لها أيوه بقى، يبقى أختك حلمها تحقق أخيرا وتولت الإدارة. وإيما قالت له أنا اللي بدير المكتبة دلوقتي، وده شيء صدم جيسي لأن إيما كانت بتكره المكتبة والكتب، وواضح إنها حبت الكتب جدا والوضع اتغير. بيروحوا المكتبة وجيسي بيسلم على أهل إيما، والمؤلم إن أهل إيما بيتظاهروا إنهم سعداء بوجود جيسي والحقيقة بتكون عكس ذلك تماما، بينافقوا بعض حبة منافقة زي الفل. وبعد ما بيخرجوا جيسي بيطلب من إيما إنه يسوق العربية، بيروحوا يقعدوا في مطعم مع بعض عشان ياكلوا لقمة، وبيفتكروا ذكرياتهم الجميلة مع بعض، ذكرياتهم اللي من الواضح إنها بقت مجرد ذكريات من الماضي خلاص بالنسبة لإيما. وحط تحت ذكريات 100 خط عزيزي المشاهد، لأن إيما بتكون مش قادرة تتعايش معاه من تاني. بيروحوا مع بعض لكهف الغابة، بيكون واضح جدا على إيما إنها حاسة بعدم ارتياح، هي أقلمت حياتها على عدم وجود جيسي، ووجوده دلوقتي بيشقلب لها كل حاجة. على أي حال جيسي بياخد حقوق زوجية، وهو نايم بيحلم باللي حصل يوم ما الطيارة تحطمت ووقعت في قلب البحر. وفي الصباح الباكر لما الاتنين بيصحوا، إيما بتقول لجيسي ما تحكي لي قصتك واللي حصل معاك، وبدوره بيقول لها أنا عاوز أركز علينا دلوقتي وهبقى أحكي لك بعدين. على الجانب التاني سام بيكون نازل الصبح عشان يروح لشغله كمدرس موسيقى بسيطة، والصحافة بيستنوه قدام بيته عشان يجرحوه ويقولوا له إيه إحساسك دلوقتي لما خطيبتك سابتك وراحت لجوزها. بنرجع تاني لإيما وهي بتطلب أكل مع جيسي، والأخير بيتفاجئ إن ذوق إيما اختلف الأكل، وواضح إنها بتاكل الأكل اللي حبيته مع سام. وبعدها بيتفاجئ كمان إنها بقت بتحب القراية، وحكيت له إنها قرأت كتب كتير جدا وقدرت إنها تلاقي طريقها وتموف أون من خلال الكتب، وكمان بقى نفسها تكون عيلة وتبقى فاميلي وومن وتستقر في بيتها وتربي الأولاد وتفطرهم الصبح عشان يروحوا للمدرسة. ودي مش إيما اللي جيسي حبها عزيزي المشاهد، إيما ما كانتش حابة يكون عندها أولاد ولا تخلف، إيما كانت عاوزة تسافر وتلف العالم. بعدها جيسي بيسوق العربية بسرعة عالية جدا، وإيما بتقول له هدي السرعة، وبيجي شرطي وقفهم يطلب الرخص من جيسي. وهنا إيما الحكيمة بتتدخل وبتشرح للشرطي إن جيسي هو الشخص اللي كان تايه في جزيرة لسنين، وبتفرجوا الأخبار والشرطي بيسامحه، لكن وهي بتطلع ورقة جرايد جيسي بيشوف جواب مكتوب عليه اسمه فبيكمروا وبياخده. الشرطي بيسامحهم لكنه بيطلب الرخص من إيما وبتديها له، وجيسي بيتفاجئ إن إيما غيرت اسمها التاني وشالته من البطاقة، وده لأن هناك الست بتسمي نفسها باسم جوزها عزيزي المشاهد. جيسي بيزعل جامد جدا، بينما إيما هي كمان بتزعل لأن سام عمره ما كان هيعرضها لموقف زي كده، لأنه شاب عاقل وحكيم وخلاها هي كمان عاقلة وحكيمة زيه. بنروح المدرسة وبنشوف سام بيتكلم مع طلبة بتوعه عن حب إيما، وإنه فضل جنبها لما كانت لوحدها، وبنعرف إنه بيحبها بجد، وبنعرف كمان إنه إنسان سوي وطيب وحنين جدا وما فيش من أم اتنين. بنرجع تاني لجيسي وإيما هما راجعين الكوخ، وجيسي بيسألها أنت ليه غيرت اسمك؟ غيرتيه عشان خطيبك؟ أنت بتحبي خطيبك؟ وهي قالت له أيوه بحبه وبحبك أنت كمان يا جيسي. بيسألها بتحبيه أكتر مني؟ هل هو أفضل مني؟ بتقول له أنا وسام. بيقول لها سام لي؟ أنت بتحبي سام لي؟ أنا قعدت على صخرة لمدة 4 سنين بصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، وكل اللي فكرت فيه هو أنت، فكرت أرجع عشانك، أنا عملت اللي عليا وقتلت 4 سنين متواصل عشان أرجع لك، أنت كمان كان لازم تقاتلي ال4 سنين وتزوري عشاني. وبيقفش جامد موت وبيطلع يجري وهي بتجري وراه، بيوصل لفنار طويل وبيطلع لفوق وبيبدأ يرى الجواب اللي كمره، اللي بيكتشف إن إيما كانت كاتبه له، وبنعرف إن الجواب إيما بتحكي فيه التجربة اللي كانت بتمر بيها لما فقدت جيسي. بنرجع للماضي وبنشوف إن حالة إيما كانت صعبة، دايما بتفكر في جيسي وبتعيط عشانه، دايما كان نفسها يرجع لأنه وحشها قوي. وفي يوم من الأيام أختها دخلت عليها وادتها كتاب ممكن يساعدها تموف أون. إيما لما قرأت الكتاب لقيته ساعدها وحست بالسعادة لأيام قليلة، فقررت إنها تقرا كتاب تاني يخليها تحس بنفس الشعور، وبكده الأيام السعيدة ممكن تكون أسابيع والأسابيع ممكن تبقى شهور. وذات يوم دخلت لمحل أدوات موسيقية عشان تشتري آلة من هناك، واتفاجئت بسام موجود في المكان، سام الأخلاق والمكارم اللي فضل يشرح لها الآلات الموسيقية ورجح لها تشتري البيانو، وعرفها إنه مدرس موسيقى ناجح في أحد المدارس المرموقة. وكل ده وجيسي بيقرا الكلام اللي كتبته إيما عن حياتها. بيكمل الرسالة وإيما بتقول ذات يوم سام دخل عليها المكتبة وشرح لها إزاي تلعب بيانو، والاتنين قضوا وقت سعيد مع بعض، ودي كانت أول مرة إيما تشعر فيها بالسعادة منذ رحيل جيسي حبيبها العزيز. وأختها وجوزها كمان كانوا مستغربين إنها سعيدة كده. في اليوم ده سام طلب منها الخروج للغداء،
وده لانه شاب راقي جدا اخلاقه مكارم. مرت الايام وايماء عاش بسعاده مع حبيبها الجديد سام. وذات ليله جميله وهم خارجين من السينما، سام كان مجهز لها مفاجاه ومخلي الطلبه بتوعه يعزفوا موسيقى هي بتحبها. بيقف قدامهم كلهم وبيعبر لها عن حبه وقد ايه هو محظوظ لانها هي كمان حبته. وسام الاخلاق عمل حركه كرييتيف جدا وما حطش ايماء في موقف صعب، ادها الخاتم بعلبته في ايدها. ولا يوم ما تكوني مستعده تتجوزيني انا هكون موجود، وحلم حياتي انك تكوني مراتي. وده على عكس جيسي تماما عزيز المشاهد. جيسي اللي اقتحمها فجاه وادها الخاتم وقال لها انا عاوز اتجوزك وحطها في الموقف وخلاها توافق على الجواز. لما روحوا مع بعض البيت ايما كتبت الرساله دي لجيسي وحكت له قد ايه سام انسان كويس. ايما اخذت الخاتم وطلعت لسام وهو في ملابسه الداخليه، قالت له اشكرك يا سام لانك منحتني الفرصه الثانيه، انا هقضي اللي باقي من عمري معاك، تقبل تتجوزني يا سام؟ وسام طبعا بيوافق عزيز المشاهد. بنرجع تاني للحاضر وجيسي بيكون متاثر جدا بالكلام اللي كتبته ايما. بتكلم مع ايما حبه كلام بجد وبيقول لها انا حبيتك ومش هتخلى عنك، ممكن نقعد مع بعض فتره قليله وبعدها نسافر نلف العالم. ولكن ايما قالت له انا عاوزه افضل هنا على طول ومش عاوزه الف العالم. فبيقول لها يعني انت عاوزاني بعد ما بقيت حر ورجعت للحياه افضل موجود في مكان مش بحبه؟ ايما قالت له انا عاوزه افضل جنب عيلتي وجنب اختي ماما وبابا، عاوزه الاستقرار واكون ام وربي ولادي. وهو بدوره قال لها انا فهمت خلاص يا ايما، انت اتغيرتي. اي نعم حبيتيني بجد بس انت اتغيرتي دلوقتي، مش انت ايما البنت الجامحه اللي حبيتها زمان. ايما قالت له ايوه فعلا انا اتغيرت وبقيت شخص تاني، انا ممكن احاول اكون الشخص المناسب ليك وانت تحاول تكون الشخص المناسب ليا، بس ده مش الحب الحقيقي. وبكده علاقه ايما وجيسي اتحطت لها نقطه النهايه. عزيز المشاهد ايما بتوصل جيسي لبيت اهله وبتودعه بكل شيكه واناقه، وبدورها بتاخد الخاتم بتاع سام وبتلبسه. سام اللي بيكون لسه بيحكي لكل الموجودين عن الحب وعن التجربه اللي مر بيها وانه حب ايما جدا، وكل الحضور قالوا له انت غلطت لما كنت في المدرسه الثانويه، المفروض كنت تعرفها انك بتحبها، كنت تقتحمها زي ما جيسي اقتحمها، انت خبيت عنها. وده على عكس جيسي اللي كان بيقول لها كل حاجه، روح بسرعه عبر لها عن حبك. وسام بيجري ناو عشان يلحق حبيبته. ايما بترجع البيت عشان تلحق سام فمش بتلاقيه، وهو بيدور عليها في المكتبه واختها بتقول له دي في الكوخ مع جيسي فبيزعل وبيمشي. ايما بتروح المكتبه فاختها بتقول لها سام كان لسه هنا سال عليك ومشى، روح الحقي الواد بسرعه يا بت. وهي ماشيه بالعربيه بتخبط عربيته من غير ما تاخد بالها. وسام الشخص السوي الكويس الاخلاق جدا بيقف ويتكلم ويعبر لها عن حبه، وهي بتعرف وبتتاكد ان اختيارها كان صح وان سام مش جامد وبطل لدرجه جيسي، لكنه انسان عظيم جدا وحنين وطيب اكتر من اي حد تاني. والاثنين بيحضنوا بعض على كوتش العربيه. بعد مرور سنتين ايما بتخلف ولد وبتكون حامل في التاني، وبنشوفها وهي بتقرا جواب من جيسي بيحكي لها انه ارتبط ببنت اسمها جون، رجعت له شغفه في السباحه من تاني ودعمته في كل احلامه، وهي شبهه بتحب السفر والمغامرات، وبيشكرها انها قدرت تتعامل معاه بشكل كويس. وبينتهي الفيلم بايما بعد ما قرات الرساله بتاعت جيسي وبتبص على سام الفاميلي مان الحنين من قلبه شباك. في الواقع اللي حصل في الفيلم ده يعتبر معضله من اصعب ما يكون لاحد يتمناها لألد اعدائه، انك تتحطي في اختيار بين جوزك وخطيبك، جوزك اللي بتحبيه وبيحبك وخطيبك اللي بتحبيه وبيحبك برضه. ولكن المشكله ان ايما كانت اتغيرت خلاص وطبعت على سام، سام اللي مش محتاجه تعمل مجهود كبير وهي معاه، سام المريح اللي مش هيسحلها معاه في كل بلد شويه، سام اللي يقدر يخليك تحبه وتشوف قد ايه هو عظيم من غير ما يعمل اي حاجه. جيسي بالنسبه لها لازم يكون طول بعرض جميل وسيم رائع، بطل سباح اولمبي ماهر نجا من الموت 50 مره لمده 4 سنين، بينما سام المدرس المتواضع الانسان العادي جدا قدر بطيبه قلبه وحنيته وشخصيته بس وبدون اي انجاز يخلي ايما تحبه وتختاره هو عن جيسي. واعتقد ان هو ده الحب الحقيقي عزيزي المشاهد، انك تكون بتحب الشخص اللي قدامك بدون اي شروط او اي مجهود، انت بتحبه فقط لكونه الشخص اللي هو عليه بس ومش مستني منه اي حاجه. ولو في حد هيقول لي ان سام ما كانش كويس وهو صغير لانه سابها وجرى وجيسي هو اللي مسك ايده وشدها، احب اقول لك ان في المشهد ده سام كانت مشغوله وكان ماسك كوبايه قهوه وفي بنت دخلت بينه وبين ايما، هو كان عايز يشدها هو كمان بل ندى عليها اصلا عشان تهرب معاه، ولكن البنت زائد سام بعيد وجيسي سبق وكل النبا وخطف منه ايما، ومن بعدها حصل اللي حصل زي ما شفنا في الفيلم. وسام اول ما سنحت له الفرصه والوقت انه يعبر لايما عن حبه قدر انه يكسب جيسي بكل سهوله. ومن تاني احب اقول لكم اني اعتقد ان هو ده الحب الحقيقي. الفيلم ده تلخيص وتسجيل القبطان اللي وهب روحه للاخلاق والمكارم، اخوكم محمد الشامي من قناتكم بيت التنين. فما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا بالقناه وتابعوني على انستجرام وتشاركونا برايكم في الكومنتات وتجابوني على سؤال هل هتختاري جوزك اللي بتحبيه ورجع من الموت ولا خطيبك اللي قدر يساعدك تتجاوزي الايام الصعبه ويغيرك للاحسن. استنى اجاباتكم عشان نتناقش فيها مع بعض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.